السلام عليكم يا جمال، اهلا وسهلا بيك اليوم السابع. هنتكلم النهارده عن الاعصاب. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا هنا الحمد لله عز وجل معتصمين في ميدان التحرير بهدف واحد بس وصريح جدا وبدون تشويش عليه، لالغاء الاعلان الدستوري المكمل او قل اللا دستوري المكبل لصلاحيات الرئيس، والذي يجعل من الشعب المصري عبيدا عند مجموعه من العسكر ايا كان قدرهم وايا كان قيمتهم. لكن انا اظن ان اي حر، اي مصري حر، اي انسان حر يأبى على نفسه ان يكون عبدا لبشر ايا كان هذا البشر ايا كان قيمته. يعني من ذلك نحن ما زلنا ليالي الى ميدان التحرير نرفض الاعلان الدستوري المكمل، وسنظل باذن الله عز وجل في اعتصامنا حتى يسقط هذا الاعلان، او نعذر عند الله عز وجل اننا قمنا بدورنا في رفض هذا الاعلان حتى النهايه، وحتى يعني لا لم نجد من يساندنا. في مدة للاعتصام؟ لا، اعتصام مفتوح طبعا. احنا بنتكلم من داخل الخيمه دلوقتي. هل الشيخ حازم صلاح اسماعيل متواجد بصوره دائمه؟ الشيخ حازم صلاح اسماعيل متواجد بصوره دائمه، لانه انا كذلك يعني بنخرج لنعود. لكن هذه الخيمه التي تراها هي خيمه الشيخ حازم صلاح اسماعيل وخيمتي اللي احنا هنجلس فيها ونتقابل فيها مع الصحفيين وغير ذلك. يعني طيب حضرتك بالنسبه لمجلس الشعب، موقفكم ايه من مجلس الشعب دلوقتي؟ الكلام عن الاعلان الدستوري المكمل فقط ولا مجلس الشعب دلوقتي؟ اصل احنا ليه بنقول مطلب واحد؟ عشان ما يبقاش فيه اي تشويش على هذا المطلب ويبقى فيه لعب سياسي من خلال عده مطالب. هو اللي بيحصل ايه؟ ان انت تبقى عايز مطلب وتعدد مطالب، هما يلعبوا معاك في خلال في المطالب الثانيه من ناحيه سياسيه واخد وجذب، وفي النهايه احنا عايزين المطلب اللي يخصنا احنا كشعب. لا هو خدها، واخد بالك؟ صحيح مساله مجلس الشعب تخصنا وصحيح هذا امر يهمنا بالضروره، لكن الاعلان الدستوري المكمل دي كارثه، جريمه في حق الشعب المصري، واخد بالك؟ ولذلك احنا موجودين هنا عشان ننهي هذه القضيه باذن الله عز وجل. طب بالنسبه للحزب اللي كان بيأسسه الشيخ حازم، احنا كنا هنوعي عنه في الاسبوع الماضي وخلاص، كنا اتفقنا تقريبا على اغلب الحاجات او على اغلب الامور في الحزب، لانه زي ما حضراتكم شايفين الامور تأزمت بسرعه شديده، فان شاء الله نرجي الاعلان لغايه الاسبوع الجاي ده ان شاء الله. هو هيشارك في الحياه السياسيه بمجرد انشائه، ايه اللي ممكن يقدمه جديد في اختلاف الاحزاب الاسلاميه؟ وهل هو هيشاركهم على قائمه واحده في الانتخابات اللي جايه؟ طبعا دي امور سابقه لاوانها، لكن احنا عاملين حزب وفي نفس الوقت حركه دعويه واجتماعيه، وان شاء الله سنتواصل مع الشعب، لان قضيتنا اهم من ان احنا نبقى مشاركين في المجلس النيابي او غيره، ان احنا نتواصل مع الشعب نتالف معه في تسميه معينه. احنا عندنا عده اسماء ما زالت مطروحه، ولكن لسه حتى الان لم يعني نستقر على اسم منها، مثلا الحريه والكرامه، العزه والكرامه، الانصار، يعني مجموعه من الاسماء اللي لسه ان شاء الله هنقول. شكرا شيخ جمال في اليوم. احسن الله اليك وبارك الله فيك.